ومساكم الله بالخير، اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. انا اخوكم عبد الله سعيد بن حيدر، ارجع لكم اليوم في طبخه جديده. راح اسوي موش، ولكن مو موش ربيان، راح اسوي موش على دياي، نفس حمسه الربيان اللي اسويها مع العيش الموش، لكن راح اسويها المره مع دياي. عندنا في البيت مشكله ما ياكلون وايد سي فود قلهم، فقلنا اليوم يلا خلينا نسوي لهم دياي. تابعوني وشوفوا المقادير معاي. اول شيء عندنا هني ثلاث ديايات، انا قطعتهم قطع، يعني كل دياي ثمان قطع، وزن دياي تقريبا 800 جرام، وغسلتهم زين عدل بملح ولومي، وبعدين قاعد افوحهم الحين مع طبعا طلعت الزفرة منهم، بعدين حطيتهم بهارات صحيحة، هيل وحبوب جرفة او عيدان جرفة، وحطيت لهم ورق هار، وبعدين حطيت لهم شوي، حطيت ملح وشوية كمون وكركم. وعدنا هني الله يسلمكم، عدنا بهارات الحمسة، بهارات العيش، وعندنا بصل هني حق العيش، وعندنا الزيت، عندنا الماش منقوع، وعندنا هني حبة طماط واحدة، وعندنا بصل هني حق حمسة الدياي، وعندنا هني مجموعة الأعشاب، وهاي مهمة طبعا الخضراء، اللي هي بقدونس وشبة وكزبرة، وعندنا راس ثوم ومجموعة البهارات الصحيحة وملح. تابعوني وبنشوف الوصفة مع بعض. حطينا البصل حق العيش مع اللوم اليابس، ورق الغار، وبرون القرفة، عيدان القرفة والمسمار، وبنحط عليهم شوية كركم وبنملح. هاي هي الخطوة الأولى عشان نقدر نسوي العيش. زين، خلنا نملح شوي. أنا ما بكثر الملح لأن المرقة مال الدياي فيها ملح. نحمس شوية مع بعض، خلي لين ما البصل يذبل، بعدين بنحط عليه الماش عشان نحمس الماش والبصل. الحين بنحط الماش، بنخلطه مع بعض. نخلي الماش ينحمس مع البصل، بعدين بنحط عليهم الخضرة قبل نمرق عليهم بالمرق مال الدياي. خلي شوي يتحمس، ياخذ حقه ووقته، وياخذ من طعم البصل. وتابعوا. والحين الخضرة اللي هي البقدونس والكزبر والشبت، نحطهم مع الماش ونخلطهم مع بعض. نخلطهم مع بعض، نخليهم بعد ياخذون نكهة بعض. يعني بودي دقيقة تقريبا، وبعدين بنحط البهارات، نخليها بعد تقريبا دقيقتين ثلاث، وبعدين نمرق عليه. خلكم ويانا. والحين نحط البهارات اللي هي عبارة عن كزبر ناشف وكمون وشوية هيل وكركم، فلفل اسود، لومي يابس. ما نحاول نكثر يعني، خاصه في هاي لان نموش على دياي ولا نسوي المرق شوربه دياي قبل، ففيها بهارات، بس اللهم شوي زياده تنكي، ما نكثر مثل ما نسوي في المموش الربيان. خليهم شوي البهارات تاخذ لسعه الزيت وتتحمس، والماش والخضره تاخذ نكهه البهارات. يعني بو دقيقتين اقل شوي، وبعدين نمرق عليه. والحين بنمرق على الماش. الله يا محلى هالصوت، خشخش يا مخشخش، والعب وسبح يا ماش، وسبح وسبح واشرب واشرب. طبعا غطي الماش، انا بخليه يطبخ لمدة تقريبا ربع ساعة، نتأكد ان الماش استوى، بعدين بنجبس عليه العيش، نتأكد من ملحنا بنجبس عليه العيش. خلكم ويانا، انا بكمل بمرق على الماش ونكمل. في شغلة، انا عادة في الموش ما اسوي طماط، اليوم حطيت لكم في الوصفة ان في طماط حسب
ما شفت كثير وصفات ان اغلبهم يحطون طماط، قلت خلني اجرب بشوف منه. لكن يوم ذقت لقيت ان الحموضه حلوه، يعني ما احتاج ان حموضه زياده، فاستغنيت عن الطماط. والحين يا دور راس الثوم هذا اللي من غرقه وسط المرقه هذه، خلي الماش يتنكى فيه، تابعونا نغطي عليه لين ما يستوي الماش. والحين الى دور العيش، العيش انا نادعنا من ساعة تقريبا، بس انا نقعته بماء حار عشان اقدر عشان اخوز اكبر كمية من النشا، واضمن ان حبات العيش ما تتكسر تطلع نثرية. الحين راح نجهز حمسة الدياي. حطيت البصل، حطيت وياه شوية ماي بس ابغى يذبل. الحين بحط شوية زيت، بحمس البصل وشوية كذي بحمسه، بعدين بحط عليه الدياج، بحمس الدياج وياه مع البهارات التشكيلة هذه. بحط لهم بعد خضرة اللي هو البقدونس والشبت والكزبر وبس، ما يبالها وايد يعني، هذه حسب فنكم انتم يعني شو ما تحبون تسوون. فانا هنا قلت لكم بحمس البصل وبحط عليه الدياي، بحمسه وياه، بعدين بحط البهارات اللي قلت لكم عنها قبل، اللي الكركم والكزبره الناشفه والكمون واللوم اليابس والهيل والفلفل الاسود مع بعض، وبملح على حسب ما انا ابغي. اذا تبونه حار حطوا له بعد قرنين فلفل ولا قرن فلفل، واموركم طيبه وشوفوا النتيجه النهائيه عنه. هاي النتيجه النهائيه، حطينا الدياي فوق العيش، عقب عاد يوم بننشب براويكم، علينا بالف عافيه.